ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؟ كيف تفسر؟ وأنا هذا التفسير مش عم بقبله. قال تفسر هيك: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا مشان ما تكونوش إذا أكلت منها ملكين أو من الخالدين. طب ما أنت منبهت آدم، انتهى الموضوع، عم بتقول له الله بدوش إياك تكون كذا، خلاص بكشفها آدم. لو كان هيك التفسير، لو كان ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا لغرض إيش؟ يعني إنه ما تكونوش ملائكة وما تكونوش خالدين، يعني إذا أكلتوا بتكونوا ملائكة أو بتكونوا خالدين. الله عم بقول لهم إبليس الله بتآمر عليكم بدوش إياكم تأكلوا منها، خوف تكونوا ملائكة وخوف تكونوا من الخالدين. ما نبهتوا طوالي، نبهتوا طوالي على أنت إنه يعني أنا أخالف الله ليش؟ لازم يدخل له مدخل ما يشعرش إنه بخالف الله. إذا الله بدوش إياني ملك ولا أكون خالد، ليش أوكل أنا؟ لأنه هذا التفسير اللي بيفسروه الآن في كتب التفسير. لما أجي أقول أنا ما نهيتك أنا عن هذا، ما نهيتك أنا عن هذا إلا لإصلاحك أو تهلك. كمان مرة: ما نصحتك هذه النصيحة إلا لصالحك لتنجو أو تهلك. شو معنات لتنجو أو تهلك؟ يعني تأخذ نصيحتي فتنجو أو تتركها فتهلك. العبارة هاي اللي أنا قلتها عبارة في اللغة سليمة ولا مش سليمة؟ سليمة ولا مش سليمة؟ أنا ما نصحتك هذه النصيحة إلا لتنجو أو تهلك. شو يعني إلا لتنجو؟ يعني إذا أخذتها بتنجو، لأنها أصل النصيحة هاي النهي هذا يا بعمل فيه يا بعملش، يا بعمل فيه يا بعملش. فأنا بقول لك هالنصيحة هاي ما نصحتك هذه النصيحة إلا لتنجو أو تهلك. شو يعني أو تهلك؟ شو بتفهموا منها أو تهلك؟ ولذلك يبدو هيك القصة، دخلهم مدخل تمام ما يشعرهم مش إنهم بعصوا الخالق. شو هو المدخل؟ وهذا المدخل اللي دخلهم إياه، أولا دخلهم إياه صراحة، بعدين دخلوا وسوسة، بوضح فيما بعد. كيف صراحة؟ يبدو إنه سمح له أو كان مسموح له في هذا الموقع الاختبار أنه يتشخص ويحكي معهم مباشرة. لاحظوا، ممكن واحد يتكلم معك على فكرة بشكل صريح، ولكن يكون قصده يوسوس لك بالمعنى مش الشيء الظاهر، يوسوس لك بإشي بده إياه، يوسوس لك بشيء بده إياه. يعني الكلام اللي قاله شيء بس بيوحي لك بشيء ثاني. إذا يعني أن تكون ملكين في الطاعة أو تكون من الخالدين إيش إذا أكلته؟ وين الإشكال في الموضوع؟ طالما إذا ما أكلنا بنصير ملائكة، وإذا ما أكلناش بنكون من الخالدين. هذا المدخل أصعب عليهم، يعني بشعروش إنها المسألة مخالفة لإرادة الله، لأنه الله بيريد واحد من التنين، بيريد إذا ما أكلناش نصير ملائكة، أصلا إحنا بدناش نصير ملائكة. انتبهوا كيف أوحالهم الآن، أصلا بدناش نصير ملائكة إحنا، خلينا نأكل ونصير من الخالدين. مش هو الله بده واحد من التنتين؟ انتبهتوا وين المعصية كيف أجت؟ مش الله بده واحد من التنتين؟ يعني إذا بدو يانا ملائكة إحنا مش حابين، عارفين ليش مش حابين يصيروا ملائكة؟ لأنه أصلا أسجد لهم الملائكة، ولما صار الامتحان مين اللي فاز؟ هو. وكل مخلوق لعلمكم بيحب يكون هو، تيجي تقول له تصير إشي تاني إيش يصير إشي تاني؟ ما هم يعجبني أنا مش معجبه إنه إنسان فيكم، أنا مش معجبه إنه إنسان. لما بدك تخرجوا من جلده الآن، فإذا تشوف الإيحاءات، يعني الله لما قال لكم ما تأكلوش مشان ما إذا ما أكلتوش تصيروا ملائكة، طبعا أنا بدناش إحنا نصير شو نصير ملائكة؟ ما الله أسجد الملائكة إلا هو، إحنا اللي فوزنا في الله. وبعدين ما إحنا منحب ذاتنا أصلا، مين قال؟ فمعناته نأكل ونصير من الخالدين، شكرا لله. بس الله قايل لهم تأكلوش، حتى ما قال لهم مش تأكلوش، شو قال لهم على فكرة؟ تقربوش. لذلك فيما بعد هون أجا دوره الخبيث اللي آدم مش منتبه له. شو قال له لما وسوس له الآن؟ وسوس له ليش؟ لأن الأفكار موجودة، موجودة عنده. إحنا ما بتلاحظوا إذا وسوس لنا الشيطان منميزش مين فكرتنا ومين جاي من برا، وهي الخطورة. الآن آدم طرحت في ذهنه صراحة. ليش قلت صراحة؟ لأنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إذا انتهى معناته كان متشخص، ولا كيف بده يكون في قسم؟ أقسم
أقسم. وكداش بقسموا اليوم من الفساكل بهالطريقة هاي والشياطين؟ والله ولا في أسهل منها. فلما وسوس له فوسوس إليه الشيطان قال، شوف الآن شو هي الوسوسة مضمونها، إيش اللي بلغه؟ ليش هو بلكم بقولكم مش إبليس وغيره بوحي بالمعاني؟ إذن يقول الآن لأنه صار مهيئه في الأول إنه إذا بتأكلش بتكون ملك، والملائكة بأكلوش أصلا، وإذا بتأكل من الخلدين ما هم الخلدين بأكلوا. طيب ممتاز، إحنا منعصش، إحنا بدنا خيارنا الخلدي. الآن بيجي الوسوسة من إبليس، وبيظن آدم إنه التفكير منه. الآن بيوسوس له وسوسة، مش ضروري يحضر، لأنه يحضر بنبهه لأنه محذر منه، لما بحضر بنبهه لأنه محذر منه. الآن الوسوسة قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما هو أصلا كان قايل له ياها، يا ملك يا بتخلد. لحظة هون ما ذكرلوش الملك الآن في الوسوسة، لأنه هو أصلا كرهان ملك. ليش ملك؟ أنا إنسان، الله خلقني إنسان، اعتز أنت بأنه الله خلقك إنسان. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طب وين راح الملك؟ انتبهتوا شو قصدي؟ لا، إذن هو كان بقنيله مشان يوكل، مش مشان ما يوكلش. الخلد اللي حطه في ذهنه الآن وسوس له. طب ليش جمع بين الخلد وملك لا يبلى؟ واحد والله عايش فقير كله تخلد، انت وديه في قصور وهذا كله تخلد بيفهم عليك. اما تجع واحد مريض ولا مشلول، شو رايك بالخلود؟ خلود ايش يا اخوي؟ طب معنا ما مصدقين نطلع منها. ها، لذلك الثنتين مع بعض، اجين مع بعض. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما هي اصلا هاي الدق على ايش؟ دق له على الاشي، على الوتر الحساس. الوتر الحساس اكلوا منها. قال اهبطا. مين اللي يهبطا؟ مين؟ كملوا لي الآية. قال اهبطا منها جميعا، اذا مش آدم وحواء، الجن والانس، الجن والانس. اذا لاحظوا هناك في الاول فاهبط، عرفنا شو معنى هبوطه ابليس، هبوط الاول. الان قال اهبطا مين؟ انتو ليش بالكم ابليس لحد الان عذابي؟ عذابي ابليس. اذا ادم له زوجه وابليس ايه؟ ما هو من قبل مخلوق. قال اهبطا. مين اهبطا؟ الجنسين هذول. انا قلت لكم من كل شيء خلقنا زوجين. لو اكل طلع، ما اكلش راح يطلع. ليش؟ لأنه هاي غرفة امتحان، هاي غرفة امتحان. أخفقت تدفع الثمن، نجحت خففت عن حالك وحركت المراحل. يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، إذن خير، وفيه دخل الجنة، خير، اختبار. ومين قالكم لما نعرض أولادنا لاختبارات باقي شر؟ مين قالكم ابننا اللي بياخذ 50 و49 يعني شهر؟ لأنه بده يستفيد من النتيجة. إحنا ليش بنعطيهم العلامات؟ ليش بنعطيهم العلامات؟ مشان يستفيد منها. إذا حتى لما أخفق خير، ما هو أصلا نزولي على الأرض بخبرتي في هذا الموضوع، موضوع الإضلال، وديروا بالكم هاي أبوكم. ما هو أبونا لو نجح كانت تمشي علينا مليح. أما ديروا بالكم أبوكم تجربته 1 2 3 4 5 مثل ما أخرجكم من الجنة هذيك إياكم يمنعكم من دخولها. ليش؟ هاي شهي، هاي السعادة الأزلية، تدخل في عالم السعادة الأزلية وأعظم تجليات الله على خلقه في الجنة. اللي طلعنا من واحدة منهن فيها أساسيات ونزلنا على الأرض مشان بخبرتنا. دير بالكم انزلتوا بالخبرة الامتحان، راجعوا الآن، راجعوا وشوفوا وين كان غلط وين صح، وين غلط وين صح، مشان ندخل. ولا ليش التجريبي هذا؟ امتحان التجريبي للأولاد ليش؟ امتحان التجريبي للأولاد ليش؟ ما هذا التجريبي. هذا التجريبي، وهو خير في الخروج، لأنه لا والله منيح نظل هناك وننسى جنة الخلد اللي خلقنا من أجلها.